لما جاء مل الزمان العلاج فيه أرسل الله ابنه ودخل عن طريق امرأة. أدي نسل المرأة. وأهم سبب لمجيئه أن يموت نائبا وبديلا عن كل واحد فينا. عارفين بيقول ايه؟ ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. وضع عليه إثم جميعنا. يا خبر، كلنا كغنم ضللنا، كلنا كغنم ضللنا، فكلنا ضللنا، كل اتجاه في ضلال، كل تيهان في ضلال، تيهاني رقبته. فلابد أن يأتي هذا الشخص من سبط يهوذا، المشرع الوحيد والشخص الوحيد اللي يعيش الشريعة. وأقتبس ما قيل، يعظم الشريعة ويكرمها. يعقوب الأرض يعظم الشريعة إزاي؟ إسرائيل الأرض يعظم الشريعة إزاي ويكرمها؟ لكن الشريعة كانت في وسط أحشائه. مش كده من أهم ما وجد في التابوت؟ لو حي الشريعة، لو حي الشهادة. الشخص الوحيد اللي طبق الناموس، فجه وهو تحت الناموس وطبق الناموس. عشان كده لما مات المسيح لأجلنا، مشكلة الخطية كان لها حل في الصليب، مشكلة موتنا كان لها حل في الصليب، مشكلة تهديد عدونا كان لها حل في الصليب، أي مشاكل في بعدنا عن الرب كان لي حل في الصليب، أي احتياج لينا قدام الله حلوله كانت في الصليب.